عرض مميز، شباب وشابات يستعرضون مهاراتهم، أفكارهم الإبداعية، أفكارهم البحثية لإيجاد حلول للتحديات اللي تواجه المنطقة. عدة رسائل نوصلها للطلبة، اهتمامهم في البحث والتطوير لازم يتابعونه، اهتمامهم في التعليم لازم يكون دائما أولوية. دولة الإمارات صغيرة في عمرها، كبيرة في إنجازاتها وتنميتها، الدولة نهضت على رجالها وبتواصل الاعتماد على الشباب وشابات الوطن اللي هم لازم يستغلون الفرصة الحالية اللي تقوم فيها خيالتنا في دعمهم، في تسهيل جميع الإجراءات لبروزهم ولرد الجميل لهذا الوطن. وتحديات الجيل الحالي أنه لازم يكون مبدع ومبتكر وبطرق مستدامة، المحافظة على الموارد، المحافظة على المكونات الدولة، محافظة على إنجازات الدولة وتميزها ومنافسة فيها العالم. رسالة أخيرة، السعادة، السعادة ترى تكمن في الشخص نفسه، وين يشوفه سعادته، ولازم يبدع ويكون سعيد في أجواءه بحيث أنه فعلا يقدر يخلق هذه الأجواء الابتكارية والبحثية اللي تساعده في تحقيق أهدافه وأهداف الدولة إن شاء الله.